بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله. خلق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إنا لما طغى الماء حملناكم. الله حملناكم في الجارية. توكلت على الله ربي.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له Thank you.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على جودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي
صدى.
ده معجز والله ما شاء الله. ما شاء الله يا عم ما شاء الله ما تصل كتير قوي. اخد فك يا شيخ ياسر ولا اعمل ايه؟ ما شاء الله. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ الله 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 جلت قدرة الله. أيوة بقى مولانا تاني. أنت مش كنت حاجز بلكوني؟ هتيجي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ الله يفتح عليك. الله 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 الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بنيناها سيدنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي كيف بنيناها وزيناها يا ولم يكن له
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مستنيين لايف من 13 سنة والله. الله الله خش بقى على الحاجات الحلوة. الله الله ودينا كده على الحاجات الحلوة عشان ده بتاع الشتاء أصلا. الله يا سيدي صح؟ زدنا ده في الحلوة. على صدر وأنا منا
زي ما كده وأنا من الصالحون ومن ربنا ما يحرمنا منه، ربنا يحفظ عليك النعمة، ربنا ما يحرمنا منه، ربنا يديمك نعمة في حياتنا. الله حي. الله 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 فلم تحاجون
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال إني عبد الله آتاني الكتاب قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا والزكاة ما دمت حيا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإن يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبناءهم. يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم
في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون
أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا شيئا؟
يا أبت إني قد جاء فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا يخرج من بين الصلب والترائب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء فلينظر الإنسان مما خلق
كرر الله او حصر الله تعالى. فاقولها بالله عليك كده يا كرم. نعم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع الله الذي رفع السماوات
سبحانه وتعالى. الله الله. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل آتيناه حكما وعلما
وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيت ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ماذا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب
الله. وراودته التي وفي بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب. وراودته التي إنه ربي أحسن مثواي. الله أكبر. إنه ربي أحسن مثواي. يا سيدنا يا سيدنا. ولقد همت به وهم بها ولقد همت به وهم
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله عليك. الله الله الله. انت الليله منفوح والمسك من فمك يفوح. الله يفتح عليك يا عم الشيخ ياسر. الله يزيدك يا عم الحاج. الربع عاليه دي يا شيخ ياسر الله يبارك لك. الله يزيدك يا عم الحاج. صل على رسول الله. قاعد في بلد الاوليه. الثوره دي يستاهل. الله يستاهل. يستاهل فعلا. الراجل ده في حلاله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والذين لا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. صلى على سيدنا النبي.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وطلح منضود وظل ممدود وما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن
ترابا. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه
يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والله سافرنا في الزمن اي والله اي والله يفتح عليك الله يحفظك يا شيخ ياسر اللهم حافظ عليك والذين لا يدعون مع الله إلهنا ولا يقول
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن عن ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا 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 عجيبه دي اللي هي خلي بالك اللي فاتت دي لوحدها اسم لوحده. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله ما قالها مصطفى الله يرحمه والله ما قالها شيخ مصطفى. الله 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 فأولئك يبدل الله سيئا حسنات وكان الله غفورا رحيما. والملك على سلم يا رب. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما شاء الله سلم يا رب. الله أكبر. سلم يا رب. اللهم اسكننا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم الأرض عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الله
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. جاء الفرح. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. قطوفها دانية. يعني القطوف بتاعه قريب، تمد ايدك تلاقيها كده، مش تمد ايدك لحد بق. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لحد بوقك بعد كده ده انا انا كنت حزين جدا جدا وانا يعني قبل ما اجي بالقران والله العظيم اسعدني. الله شفت بقى والله العظيم اسعدني يا شيخ. احنا في معيه الله ومعنا الملائكة والرحمة والسكينة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. حبيبي حبيبي. قطوفها دانية. الله الله الله. قطوفها دانية. قطوفها دانية. الله. قطوفها دانية. اللهم ارزقك. كلوا واشربوا هنيئا. اللهم اجعلنا منهم. كلوا واشربوا